ابو علي كيف انت؟ حياك الله. الله يسلمك. لونك الخير. والله انا بدي اركب. هيا. ايوه مرحبا. نبي نشوف الحين. يلا طلع لي خيله الحين. عربي اصير ولا انجليزي؟ والله ايش اللي تعرف تسوقه؟ والله معاهم. اقول بيركبونك خيل سامي، بيركبونك خيلك بيردونك مرد. لا لا عليك. ايه حياكم الله يا شباب. الله يحييك. حياك الله. كيف الصحة؟ شلون؟ معاهم عيوني لك. حياكم الله. الله يحييكم. مرحبا الف مرتضى وصحبه الكبار. حيا الله مرتضى. حيا الله الشباب الكرام. مرحبا الف، شرفتونا في اصايل عسير. ارحب يا مرتضى، ارحب يا مرتضى. ها جاهزين؟ زورنا الكرام، ترى احنا كذا سنابين. ها طيب الان امامكم ندرب من 6 سنوات الى 100 سنة. خذوا 100 سنة لازم نستخير الله فيها عشان لا يحبش علينا. الله يحييكم. الان يسخنون الخيل. الطريقة اللي تشوفونها الان يا ابو دويش، اللي تشوفونها يا فهد، تسخين الخيل الكتف الايسر. يعني ركبت انا دكتور علي، دكتور علي دواس نسيان عن ربه. خليك مع الدكتور يا دكتور علي. قبل ما نبدا اليمين اليمين، الكتف الايمن الايمن، حتى تجهز عضلات الخيل. ما ترون الان امامكم هذا الحيوان العظيم، هذا الحصان اللي ترونه كتلة عضلية، فلازم انها تتدرب وتسخن العضلات. ثم يبدا الفارس في ممارسة هوايته، ممارسة الالعاب الفروسية بشكل عام. سلامة الخيل اللي ترونه الان لابد ان اولا يشتغل اكتاف الخيل اليسار واليسار.